حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. احنا فين؟ احنا في سوق ليبيا، لسه جولاتنا ما خلصتش. عايزة اقول لكم ده كان من اصعب يوم تصوير بالنسبة لي. عارفين زحمة رهيبة فوق ما تتخيلوا، هتحسوا بكلامي دوت في الفيديو. الصوت كان عالي جدا جدا، السوق كان زحمة قوي قوي فوق ما تتخيلوا. المهم مش هطول عليكم، عايزة اقول لكم انا مش بروح عند اي حد. هاني ابو خبر دوت نقوله بشتري منه تقريبا كل سنة الحاجات بتاعته. ليه بجيب لكم الناس اللي انا عارفاها؟ لان انا بستخدم الحاجات دي استخدام شخصي، فلو هي مش حلوة مش هصورها لكم. دي حاجة. تاني حاجة عايزة اقول لكم، هاني ابو خبر دوت عنده معصرة، هتلاقوا مكتوب على الازايز بتاعته اهو تهاني ابو خبر، يعني هو اللي عاصر الكلام ده كله، وزيت الزيتون بالاخص، لانه دايما بيكون مش 100% عند كل الناس بيكون حلو، ناس بتبقى غشة كده كده. المهم انا جايبة لكم حاجة الحمد لله تحفة. بنيجي بقى على التوابل، جايبة لكم برضو من عنده التوابل. التوابل دي بنجيبها من السنة للسنة وبتتحط في التلاجة او في الديب فريزر وتطلعي على قد استخدامك. الاسعار فعلا عنده حلوة، وغير كده وكده كمان عامل خصم للمشاهدين ومتابعين القناة. مش هطول عليكم الجولة، يلا بينا نشوفوا جايبالكم ايه من عند هاني ابو خبر. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وكومنت حلو منكم، ويلا بينا بسرعة نشوفوا زيت الزيتون والتوابل والاعشاب، ويلا بينا. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. عايزة اقول لكم جيت لكم عند خيرات سيوة، لقيت اسعاره حلوة، هو عنده عطارة وكمان عنده زيتون. مش هطول عليكم، يلا بينا تعالوا نشوفوا الاسعار بسرعة ونشوفوا كمان هو عنده ايه. يلا بينا. السلام عليكم، ازيك يا استاذ هاني؟ قولي اسعار بقى الزيتون. في الاسباني وفي كلمات اسباني وفي كلمات اليوناني، ثلاثة دول الكيلو ب25 جنيه. دوت اول واحد اللي انا بصوره لكم ده اسباني، والتاني دوت كلمات ايه؟ يوناني. اسباني ده كلمات يوناني وده يوناني. قول لي بقى اسعار العزيزي دول 25 جنيه. كل اللي انا بصوره لكم الثلاثة ده سعرهم 25 جنيه. في العزيزي بتاع سيوة اللي هو الطبيعي، ده بتاع سيوة الطبيعي عزيزي، ده تفاحي صح؟ ده عزيزي، ده عزيزي 15. ده 15 جنيه. طب والله حلو، والحباية كبيرة 25 20 25 15. ده عامل 20 جنيه. ده كلاماتا، ده كلاماتا اسباني الحجم الصغير، حجم الصغير. وده تفاحي 25. ده تفاحي 25. عايزه اقول لكم الزيتونه بسم الله ما شاء الله كبيره جدا. عنده كمان زيت زيتون. بصوا تعالوا اقول لكم الاسعار واقول لكم الانواع. تعالى معايا كده هاني، عايزه اقول لكم ما ينفعش تيجي مطروح من غير ما تشتري زيت زيتون. بصوا عايزه اقول لكم ده نوع، ده نوع انواع كتيره لزيت الزيتون، هقول لكم فايده كل واحد فيهم وايه احسن نوع فيهم. بصوا كل اللي انا بصوره لكم ده زيت زيتون. تعالوا بقى نقولوا الاسامي والشركات وايه فايده كل واحد فيهم. ده زيت عجيبه معصور على مكن، اللي هو الاسود اللي قدام ده، اللي هو ده اللي فوق منه، اللي فوق منه اللي هو ده. زيت عجيبه، ده زيت عجيبه، ده بكر ممتاز. ده عامل كام؟ ده عامل 100. عامل 100 جنيه. ده وزن الازازه قد ايه؟ كيلو. بص حبايبي اهو الوزن بتاعه 1000 جرام. عامل سعره كام ده؟ ده عامل 100 جنيه. بصوا بقى ده على البارد برضو بكر ممتاز، ده محفور على حجر، محفور على حجر. سعره عامل كام؟ 45 نص لتر. طيب شالي هنا فوق، شالي دي اسمي سيوة. ده عامل 100 لتر كامل، 100. في الهريسه التونسيه اللي فوق دي عامله 20 الكبيره. لا خلينا الاول في زيت الزيتون وبعدين نطلع على الهريسه. ربع هنا ربع عجيبه عامل 30، وده عامل 30. في زيوت شعر زي كده، زيت لا قول لي كمان اللي هو البكر دوت، قال لي هو ده عامله 100 زيت زيتون، يعني الاولى الكيلو عامل 100، الكيلو عامل 100. زيت الشعر بقى بصوا انواع ياما اهو،
ده عامل كام؟ ده 20. في التركيبه دي مجموعه زيوت طبيعيه. دي تركيبه زيوت طبيعيه، دي عامله كام؟ دي ب 40. مقوي ومطول ومنع تساقط للشعر، فيها زيت الجوجوبا لفرد الشعر. بصوا عايز اقول لكم ان دول كمان، بصوا دوت نص كيلو، لا ده لتر. بصوا اللي انا بصوره لكم ده وزنه لتر، دوت للشعر خالي. لا كمان عايز اقول لكم ينفع للاكل، ده ينفع للاكل، اكل وشعر، اكل وشعر. بصوا لان مكتوب عليه ان هو خالي من الكوليسترول ومعصور كمان على حجر. ده وزنه قد ايه؟ ده لتر. لتر. بصوا انا مش جايبه لكم عند اي حد، 80 كمان لمشاهدين ومتابعين القناه. اسم صاحب المحل هاني ابو خبر. عايز اقول لكم حتى معبي الشغل بنفسه عشان واثق في الحاجه اللي هو بيبيعها، كل دوت من منتجاته هو. طيب قول لنا بقى اسعار الهريسه. بصوا يا فوق الهريسه، هريسه ليبي تونسي، تونس تيجي من ليبيا. المنتج تونسي بس هي طبعا مستورده زي ما انتم عارفين، بتيجي من ليبيا. بصوا انواع كتيره للهريسه، هي هقولكم اسعارها دلوقتي. الهريسه عامله كام؟ 20. الهريسه عامله 20. رب اللي جنبه 25. اللي جنبه رب تمر ده 25. عنده الصلصه طبعا كلنا بنشتري، بنشتري الصلصه من مطروح ب 15 جنيه. عايزه اقول لكم كمان عنده زيت، الزيت اللي هو البتر دوت، قول لي اللي هو في ازازه ده، ده اللي هو عجيبه بس صفيح، عامله 50 جنيه. اللي هو في صفيح ده عامل 50 جنيه. عنده الشاي طبعا، الشاي الليبي اهو فوق خالص، اللي هي العلبه الحمراء دي، قول لي عامل كام؟ عامله 50 جنيه. عامله وزنها قد ايه؟ وزنها قد ايه؟ نص لتر. نص لتر عامل 50 جنيه. عنده شاي اخضر صيني اللي هي العلبه الخضراء اللي فوق ديت، هقول لكم سعرها دلوقتي. عامل كام الشاي الاخضر؟ الشاي الاخضر 25. ده وزنه قد ايه؟ وزنه ربع. افكركم بالعنوان، احنا في سوق ليبيا اول، هو هيقول لكم العنوان بالظبط. هنا في شارع 2 اول الشارع خلف نقطه المطافي، شارع 2 خلف نقطه المطافي. لو سالتوا على هاني ابو خبر الف مين هيدلكم عليه. تعالوا هقول لكم التوابل واسعارها، يلا بينا. بصوا حبايبي عنده كمان التمر، التمر ده طبيعي طبعا، عايز اقول لكم مستوي على النخل بتاعه. عنده خروب، عنده كمان بشاير، ده بتاع سيوة تمام، وده خروب في بروسي. تعالى بقى قول لنا سعره عامل كام؟ سعره عامل 20، بس ده بتاع السنه دي عامل 20 جنيه. والخروب عامل كام؟ بروسي عامل 40 جنيه. طب ايه الخلطه دي؟ تعالى قول لي عليها. دي سبع بهارات حصى، تطحن كلها على بعض وتحط على المشويات، على الكفتة، على الطبيخ، على اي حاجه. دي الخلطه. بص الطبق ده عامل كام؟ الطبق ده عامل 20 في جميع التوابل، عامل 20 جنيه. تعالى اوريكم حجمه، بصوا مش حاجه بسيطه اهو. عايزه اقول لكم حاجات ياما جواه. عايزه اقول لكم عنده فلفل هندي، عنده كمون بلدي، عنده خروب، عنده ثوم، عنده البهارات دي كلها. هقول لكم اسعار كل حاجه مع بعض، خليكم معايا حبايبي. بصوا كمان عنده كركديه، لوزة اسواني. بصوا تحفه. عايزه اقول لكم غامق مش فاتح، بس هو باين في الفيديو ان هو فاتح، لا هو غامق قوي. سعره عامل كام؟ 80. في ثوم اسواني 60. الخروب ده خروب مغروس عامل 40 جنيه. 40. تعالى بقى قول لنا الكمون. الكمون البلدي عامل 60 جنيه بس. 60 جنيه. والفلفل الهندي والبرازيلي عامل 70 بس. الهندي والبرازيلي عامل 70 جنيه. تعالوا بقى اوريكم كمان عنده كزبره، عنده كل التوابل وهقول لكم اسعارها. 20 جنيه بس. قول لي الفلفل والكمون ناعم وكزبره ناعمه. ما هو انتوا موجود بقى عندكم الناعم والحصى، اللي عايز كده ياخد واللي عايز كده ياخد، نفس السعر نفس السعر نفس الاسعار.
الكزبرة عاملة كام؟ 40. الكزبرة عاملة 40. عنده كمان مقرمشات اللي هي كنتاكي عامل كام الكيلو؟ كيلو ب20. تعالوا بقى على البهارات، عنده الكركم والكاري والبابريكا. والبابريكا سعرها عامل كام؟ 80 جنيه، الثلاثة ب80. الثلاثة عاملين 80 جنيه. تعالوا نشوفوا خلطة كنتاكي. بصوا دي خلطة كنتاكي البارد، الكيلو ب40 جنيه. الكيلو ب40. بهارات لحمة، سمك، فراخ، محشي، كل اللي انا بصورها لكم ديت. قولي اسعارها عاملة كام اللي هي البهارات؟ اي حاجة من اللي انا صورتها لكم دي عاملة 60 جنيه، اللي هي 7 بهارات، وبهارات السمك والفراخ وبهارات اللحمة و دوت، غير المقرمشات. الفيجيتار برضو سعره عامل 20 جنيه. البارد والحامي سعره زي بعض. الشمر عاملة كام؟ 40 بس ان شاء الله. الشمر؟ ان شاء الله. عامل 60 جنيه. الزعتر الليبي؟ 80 ان شاء الله. الفيجيتار الكيلو ب20. بهارات المحشي والسبع بهارات الكيلو ب80 ان شاء الله. طيب قولي اسعار الكاكاو؟ كاكاو ان شاء الله، كاكاو اسباني في الغامي شرب حلويات. ده اللي هو اللي انا بصورها لكم دوت، ده الفاتح او الغامق عامل 80 بتقول؟ ايوه. غامق شرب حلويات، الفاتح شرب بس. القرفه السيجار عامله كام؟ 7 اللي هو اللي البارد. قول لي القرفه السيجار عامله كام؟ حبايبي القرفه السيجار هي عامله 140 جنيه. انت ما قلتليش الجنزبيل عامل كام؟ الجنزبيل والقرفه 80. لا قلنا القرفه، الجنزبيل الناعم عامل 80 جنيه. السكواش بيعمل شويه الفراخ هنا برضه بسعر جمله الكيلو 120. الكيلو عامل 120. مش هطول عليكم الجوله، لايك وشير واشتراك في القناه وكومنت حلو منكم. مع السلامه.